بسم الله الرحمن الرحيم، والنهاردة مع حلقة جديدة لحماية العزيز. وتعالوا نشوف هيقدم لنا ايه النهاردة. وده الحيوان الأليف اللي حماية مربيه، زي ما انتوا شايفين كده، سلحفة صغيرة شكلها جميل، نيجي نلعب بها احنا كلنا، احنا وعيالنا. طيب يا ريت تعرفنا، انت قعدت في القاهرة سنين وسنين، ما حصلتش اي موقف او اي حاجة ظريفة او طريفة تحكيها لنا في الحلقة دي؟ والله انا يعني عايز اقول ان بالنسبة للشتاء اللي موجود دلوقتي، ودايما ما يبقى قاعدين في البيت، واحد يقول ايه الدنيا بتشتي بره. طب وهي بتشتي بره؟ عمرها ما شتت جوه. فبالنسبة للشتاء كنت رايح الشغل، وكان يوم فظيع جدا، شتا طول الليل ما بطلش الا الصبح الساعة 7. طب انا عايز اروح الشغل اعمل ايه؟ وانا بطبيعتي لما احب اروح الشغل يعني بلبس كده واتشيك كده، لان رايح الشغل كرئيس عمل يعني. فلقيت اول ما وصلت، انا كنت ساكن في شارع جزيرة البدران، والشارع ده بينه وبين باب الحديد ما فيش يعني نص كيلو كده. فكنت باجي ماشي، اول ما وصلت اخر الشارع لقيت الشتاء مغرق الدنيا، ومالي نفق السبتية. نفق السبتية ده مقابل لباب الحديد او مدار رمسيس. فبص لقيت المطره مغرقه الشارع لدرجه العلو المطر حوالي ربع متر مغطي الرصيف. طب وبعدين عايز اعدي اعمل ايه؟ لقيت ناس بيشمروا ويمشوا يعني ويلاقوا الجزم وكده. طب انا مش معقول يعني انا اعمل كده. فبصيت لقيت ناس متطوعين وبيعدوا يعني ياخدوا على ظهره كده ويعديه وياخد ربع جنيه. فانا قلت ماشي، فشاورت الواحد وركبت على ظهره. هو راح ايه حاطط ايه ورا ظهري ساندني، ومشينا. بصيت لقيته راح جاي في نص السكه وراح واقف. ليه يا عم بتقف ليه؟ انا بقى يعني بقي في ودنه، وانا فوق منه كده. بقول له وقفت ليه يا عم؟ قال لي انت تدفع نص جنيه. اتغاظت، قلت له يا عم الناس كلها بتعدي بربع جنيه، انت تقول نص جنيه؟ هو باصص بقى للهيئه يعني. اتغاظت، قلت له طب رجعني مش عاوز اعدي. قال لي لا تنزل هنا. انزل هنا؟ انزل هنا في ايه؟ انزل هنا فين يا عم؟ قال لي لا. قلت له يا عم رجعني انا مش عاوز. قال لي انا هستغنى عن نص السكه ومش عاوز اجرتي، بس تنزل هنا. قلت له انزل هنا ازاي بس؟ وبعدين لقيت ان انا هتنرفز عليه، هيروح سايب ايده، هروح ساقط في الميه. فقلت الله، طب وبعدين يا عم اعمل معاه ايه؟ قلت له يا عم، قال لي يا عم احنا ناس على باب الله ودي فرصه وبتاع. قلت له ماشي يا عم، بس ما تجيش بالعافيه كده. فراح معديني وخد النص دي. تمام. هعمل له ايه بس؟ دلوقتي هخش لكم في موضوع تاني، يعني ارجو ان انتوا يعني تستحملوني شويه، لان فيه يعني حاجات يعني تخص الفلك. عندنا التقاويم اللي بتدل على الشهور 4: الميلادي والهجري والشامي والقبط. المعروف الميلادي ده بيسموه ساعات الرومي او التقويم الجريجوري، وطبعا زي ما انتم عارفين بيبتدي بيناير وينتهي في ديسمبر. بالنسبة للتقويم الهجري ده بدأ عام 622 ميلادية، وزي ما انتم فاهمين بيبتدي بمحرم وينتهي بذو الحجة، وفي 4 شهور حرم اللي هو رجب لوحده، و3 شهور متتالية اللي هي محرم وذو القعدة وذو الحجة. أما التقويم الثالث بيسموه الشامي، وإخواننا اللي في الشام بيمشوا عليه، وساعات بيسموه الفارسي أو السرياني، ويبتدي بكانون الثاني وينتهي بكانون الأول، وكله 12 شهر برضه. بالنسبة للقبطي إخواننا الفلاحين في مصر بيشتغلوا بيه، وده ابتدأ عام 288 هجري 288 ميلادية، ويبتدي بتوت وينتهي بمصري. نبتدي بقى نخش على الشهر الميلادي اللي احنا ماشيين عليه في جمهورية مصر العربية، اللي هو بدايته يناير وينتهي في ديسمبر. كل الشهور يا 30 يا 31 ما عدا فبراير يا 28 في السنة البسيطة، أو 29 يوم في السنة الكبيسة. طيب نعرف بقى اليوم بيبتدي ازاي، اليوم بيتكون ازاي. اليوم بيجي من دوران الارض حوالين نفسها كل 24 ساعة،
أما بالنسبة للشهور فهو دوران القمر حوالين الأرض، كل كام؟ كل 28 يوم أو 29 يوم. بالنسبة للسنة دوران الأرض حوالين الشمس كل 365 يوم وربع، من أول الله سبحانه وتعالى ما خلق الأرض إلى قيام الساعة، لا تقل ثانية ولا تزيد ثانية، 365 يوم وربع. طب الربع نعمل فيه إيه؟ قال لك جمع أربع أرباع وحطهم على فبراير، بدل ما يبقى 28 يوم في السنة البسيطة يبقى 29 يوم في السنة الكبيرة، يعني كل 4 سنين السنة الرابعة فبراير بدل ما هو 28 يبقى 29. طب نعرف الشهر ازاي اذا كان 30 او 30 او 31؟ طبعا معانا فبراير، يا اما ال4 صوابع دول تقول يناير فبراير مارس ابريل، يعني الطالع يبقى 31 يوم، النازل يبقى 30 يوم، او ممكن العظم بتاع ال4 صوابع دول برضو الطالع 30 والنازل ايه، لا الطالع الطالع 31 31 والنازل ايه 30، 30 وهكذا، يعني يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، في شهرين ورا بعض 31 يوم اللي هو 7 و8. طيب دلوقتي بالنسبة للشهور، خلاص بالنسبة لشهر فبراير ده هو حصل تسبب في اكتشاف جريمة. ازاي؟ واحدة ست كبيرة في السن واتقتلت بغرض السرقة، مش عارفين اشتبههم في جارها، جارها كان يعني شخص مش كويس وهو اللي قتلها. طب جابوه اشتبهوا فيه، المحقق بيسأله بيقول انت كنت فين يوم ارتكاب الجريمة؟ قال له انا كنت في السيما يوم 30 فبراير. اعرف انه كذاب، فبراير عمره ما لا 30 ولا 31، فبراير غارته 29، 29 يوم كل اربع سنين، او فاكتشف ان 28 هو ايه كذاب، وتضييق الخناق عليه اكتشف اعترف بالايه بالجرم بتاعه. بالنسبه نرجع بقى لايه، انا عملت جدول كده ارجو ان حضراتكم تبصوا عليه كده كويس. دلوقتي التقويم ده هو انا عامله تقويم شهري لمدة 22 سنة، يبتدي من 2010 سنة ما عملته لغاية 2031، ممكن يمتد بعد كده. طب نعرفه ازاي؟ اولا في 7 جداول فوق من 1 لـ7، الجدول الاولاني بالايام ويمثل شهر بدايته السبت، نمرة 2 الجدول نمرة 2 يبتدي بدايته يوم الحد وهكذا لغاية نمرة 7 يبتدي يوم الجمعة، دي الجداول السبعة اللي فوق. تحت بقى جدول للسنوات، يبتدي من 2010 زي ما قلت رأسي لغاية 2031، والشهور أفقي من يناير لغاية ديسمبر. طب عاوزين نعرف النهاردة، النهاردة 18 ديسمبر 2019، نعمل ايه؟ نيجي الجدول اللي تحت 2019 اهي 2019، طب شهر ايه؟ ديسمبر، اروح ماشي كده 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 لغاية ديسمبر، رقم كام؟ 2، اروح راجع فوق نمرة 2 دي تمشي على الشهر بحاله لغاية ما يخلص. احنا قلنا النهاردة كام؟ 18 ديسمبر اهو اهو الاربع 18 ديسمبر. طيب نفترض ده مثال تاني. طيب سنة 2020 هتبتدي بيناير، ننزل ل 2020، 2020 اهي ولونها احمر، دي سنة كبيسة، يعني فبراير ان شاء الله هيكون 29 يوم. طب يناير اهو سنة كام؟ 2020 سنة 5، نطلع فوق جدول 5 ده اهو يمشي على الشهر بحاله. طب ان شاء الله سنة 2020 هتبتدي امتى؟ يوم الاثنين، 1 اهي اهي 1 اهي، وهكذا، يعني الجدول بسيط جدا. طيب الورقة دي طلبها مني بعض الأساتذة الدكاترة والمحامين أصدقائي علشان يحطها تحت الإزاز، يبتدي يدي العملاء بتوعه المواعيد الوعوس لغاية 2031. أظن الجدول واضح وسهل جدا. يعني أصدقائي الأعزاء،
طبعا ده التقويم، ارجو ان حضراتكم ممكن تصوروه وتحطوه تحت الازاز في اي مكتب، هينفعك في الايه في مواعيدك كلها، وهيريحك جدا يعني. والى اللقاء في الحلقة القادمة.